وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وجه الباحث الشرعي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الشيخ سلمان عبد العزيز النفاعي كلمة أكد فيها على ما جاءت به الرسالة النبوية من أمور، فحري بالمسلمين أن يقتدوا بما فعل نبي هذه الأمة وأمر، ويجتنبوا عما نهى عنه وزجر. أن مسألة تحديد تاريخ ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم، واتفقوا بأنه عليه الصلاة والسلام ولد بمكة المكرمة في عام الفيل، والعرب إذ ذاك كانت تؤرخ بالأحداث العظام، ونبينا عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وقبضت روحه وانتقلت إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصوم يوم الاثنين ويقول: ذاك يوم ولدت فيه. فولدته أمه آمنة، وحدثت أنها لما ولدته خرج نور تقول: رأيت في ذلك النور قصور الشام. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. فنبينا عليه الصلاة والسلام مبارك أينما كان، مبارك في بطن أمه، مبارك في الأرض، مبارك في السماء، مبارك في الدنيا، مبارك في الآخرة. فهو عليه الصلاة والسلام مبارك أينما كان، وحري بنا أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام فيما فعل وأمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.